قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا، معاكم خوكم شرف الدين. يا خاوتي قبل كلش بلا ما نوصي على بالكم وش تديروا، اهبطوا خليوا اللايك تاعكم يا جيش ميديا ديزاد، اضغوا على الفيديو هذا باللايكات لانه ماكم تعرفوا السينيال في القناة والفيديوهات اللي ما يوصلوش للناس اما لا دعمونا انتوما برك والباقي علينا. الفيديو هذا مهم جدا 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 يا خاوتي بالخصوص للمراركة، راح نعطي لكم يعني الحلم تاع المغربي وشي هو عندهم واحد الحلم بسيط مساكن يا خاوتي، بسيط جدا والله بسيط خلاص 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 خلاص، واللي هو زيارة الجزائر ودخول الجزائر بالخصوص بعد قطع الجزائر للعلاقات وبعد انه الجزائر حطت واحد رومبوا كبير باش يدخلوا الى الوطن. ما كانش كيفاش، لازم عليك تضرب رومبوا، ما كانش كيفاش تدخل ديراكت، لازم رومبوا يا خاوتي. واحد الناشط المغربي صغير كذا عياشي باين بواس اليدين خرج في فيديو ودار فيديو على استقبال بوريطة في الجزائر هنا يا خاوتي، وبلبلة كبيرة راهم دايرينها، ما والله يا خاوتي تحيروا فيهم يا جدك. ما عليناش نشوفوا الفيديو هذا ونردوا عليه، نردوا على الطحين تاعهم. السلام عليكم، ها هو الأسد المغربي وصل للجزائر، فهمتوا مليح يا خاوتي، هذا هو الحلم تاعهم. أي شخص يدخل إلى الجزائر يعتبروه أسد، أسد مغربي. ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي اليوم وصل للجزائر، غندير لكم فيديو بعد لحظات، الفيديو ديال لحظات الوصول ديالو للجزائر، دونك استقبال ديال الأسبوع بطبيعة الحال. استقبال ديال الأسبوع يا خاوتي، واحد ما كان في الاستقبال تاعو من طرف الجزائر بالطبع، ما كانش حتى مسؤول، ما كانش حتى مسؤول يا خاوتي، أصغر مسؤول جزائري ما استقبلوش، رئيس بلدية ما استقبلوش، قال لك استقبال تاع الأسبوع يا خاوتي، والله تحير فيهم المراركة، يشوفوا الدنيا وحدهم عايشين في عالم موازي. كيبان لك بأنه سبع داخل كل شيء داير به، الصحفيين واخا كانوا دايرين الفوضى، وهنا كيبان لك بأنه راه كاين سوء تنظيم بالمناسبة، سوء تنظيم في هذه القمة العربية، حيت شي غادي من هنا شي كيجري من هنا، ولكن نفهمك مليح يا الخانز، باللي سوء التنظيم كان غير مع برويطة تاعكم، لأنه أنتم أصلا ماكمش بلد باش تدير لكم الجزائر قيمة وتنظم لكم الحدث. معاكم لازم الفوضى، لازم ما كانش النظام، فاهم، الصحافه داخله في بعضها لانكم زريبه، انتم في ذاتكم ماكمش منظمين، فريسانكم ماكمش منظمين، كيفاش تحوسوا الجزائر تنظمكم؟ دخول ناصر بوريطة في حد ذاته داروا عليه داكشي اللي ما داروش على الوزراء الخارجيه كاملين، وهنا كيبين لك قوه الدبلوماسيه المغربيه، غير سميت حضور المغرب زعزع عليا داك البشر اللي كله اللي تما. نرد على هذا الخانز في هذه النقطة، علاش الصحافة تفاجأت من حضور يا خاوتي الخانز تاعهم برويطة؟ على بالكم علاش؟ لأنه بكل بساطة لم يتم أصلا الإعلان عن أنه هذا في هذاك الوقت راح يجي، كانوا في بالهم يجي بعد شوية ولا بعد ساعتين ثلاث سوايع، جاء شوية بكري، جاء بكري يا خاوتي، جاء قبل الوقت، وبالتالي الصحافة تفاجأت، سبحان الله السيد ما طولش في الطريق. رغم أنه كانت عنده رومبوا وصل. بالمناسبة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اللي مشى بطبيعة الحال، ولكن ما مشاش غير بوحدو، كاع الوزراء ديال الخارجية ديال العرب كيمشيو، علاش؟ لأنه كيديروا واحد الجلسة تحضيرية للقمة العربية اللي غتكون نهار واحد وجوج، دائما من الوزراء الخارجية ديال العرب كاملين كيتجمعوا كيتذاكروا بطبيعة الحال كيوجدوا داكشي اللي غادي يكون في القمة العربية، دونك غنخليكم معايا تشوفوا هذا الفيديو هذا وبطبيعة الحال نتلاقاو من بعد باش نتكلموا عليه. باش تعرفوا مليح حتى الدولة الجزائرية أنها أهانت برويطة لواحد الدرجة كبيرة بزاف، لم يتم الإعلان أصلا عن شكون اللي وصل لي يا خاوتي، حتى ولاد الصحافة تقول والله هو هو. وليتو ناكرة يا جدك، وحابين يخليو من هذا الحادث يعني بطولة دارها برويطة. وهي إهانة، أكبر إهانة في التاريخ، راكم تتصوروا دبلوماسي كبير عندهم يدخل إلى بلد وهذاك البلد ما يستقبلوا بحتى مسؤول، وش بيكم ما في. ما تدخلش في العقل يا جدك.
ما شفتوا هذا ناصر بوريطا، هذا هو مول المقص، هذا هو اللي تيخلع عليا النظام الهكاوي، نظام الكابرانات. يا خاوتي معليش 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 معليش، نريبونديو على هذا الخانس فيما يخص قال لك يخلع نظام الكابرانات ويخلع الجزائر وكذا. يرحم باباك يرحم باباك يا الخانس يا الطحان، وش درتو وش ربحتو الجزائر؟ انا حبيت نعرف مثلا وقتاش ربحتوا الجزائر في كاش حاجه هكذا دبلوماسيه ولا كاش حاجه ما على باليش فيما يخص طاقويه، كاش حاجه اقتصاديه، كاش حاجه عسكريه؟ مدلي مدلي خويا يا ترى مدلي فاش ربحتوا الجزائر؟ ربحتوا الجزائر كي دخل المسؤول تاعكم الى الجزائر بسماح من قبل السلطات الجزائريه وبدعوه من قبل السلطات الجزائريه، هذا هو الانتصار تاعكم؟ علاش عايشين كيما نقولوا بالفضلات؟ عيشوا بالواقع، شوفوا واش كاين في الواقع. الجزائر نحات لكم الغاز، الجزائر دات لكم مشروع كبير بزاف مع نيجيريا يا خاوتي، خلاتكم تبكيو، خلاتكم تشكيو، خلات هذا الخانس برويطة يا خاوتي يجي للجزائر من اجل لوحاب الصلح. طحان هذا هو السيد اللي كيسمعوه كيتخلعوا، لانه هو في الممشى كيدي معاه واحد المقيس. بالمناسبه يلاه جا كان في الغرب ديال افريقيا، مشى ضرب واحد الجوله، هو يلاه جا مباشره من غرب افريقيا ووصل بطبيعه الحال للجزائر، فهنيئا لنا. دونك دابا راكم شفتوا يا خالتي، وقالها بعد هنيئا لهم لانه هذاك المسؤول دخل الجزائر. هذا هو الانتصار تاعهم وهذا هو الحلم تاع المغربي. نورمالمون يا خوتي الان جاوبتكم على البدايه تاع الفيديو كي قلت لكم راح تسمعوا مليح وتعرفوا مليح ما هو الحلم تاع المغربي. حلمهم انه يدخل للجزائر فقط، هذا ما كان، ما يحتاج والو، ما خاصهم والو، ما مطيشه ما هم يحزنون، يدخلوا للجزائر وفقط. مسؤول مغربي يدخل الى الجزائر وكما نقولوا طائره مغربيه تدخل الى الجزائر، هذا هو الحلم تاعهم. نعم ايه دخلت ولكن بعد رومبوا كبيره بزاف بزاف، يعني طويله وعريضه وكلش. وانت كي راك تقول زعما برويطه راح لكاش دوله افريقيه باش يدير خرجات كذا كبيره، سيد على بالي علاش راح؟ راح باش يغطي رومبوا هذاك يا خاوتي، باش زعما يقولوا باللي جا من مهمه دبلوماسيه كبيره لذلك دخل ديريكت. فهمتوا كيفاش؟ هو في الاساس ضرب رومبوا كبير على رومبوا تاع تونس وجايين يفوخوا ويزوخوا. بركوا بلا ما تعبدوا الشخصيات، بركوا بلا ما تعبدوا الشخصيات، شخصيات نكره ما دارت والو، كون اموا داروا كاش عفسه يا خاوتي، ما داروا والو، ما شفنا والو من عندهم غير الهضره والاعلام. في الاعلام قال لك صدرنا الكهرباء لسبعة ملايين مسكن تاع شخص بريطاني، ولكن في الواقع وش كاين؟ تخفيض الكهرباء ب 30% في المغرب بسبب أزمة الطاقة. أوه احتبلونا ولا كيفاش؟ يا سبحان الله افطنوا شوية يا جدك يا أخي مرخص. المهم خاوتي نتلاقوا في فيديوهات قادمة، السلام عليكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.